ما شاء الله. احنا كان مفيش حركه في الايد وكان عندنا تيبس جامد. احنا ما شاء الله دلوقتي بنقفل ونفتح ايدينا. النهارده الجلسه بكام؟ الثالثه ما شاء الله. ايدينا بتفتح وبتقفل ما شاء الله. تطور سريع. احنا عملنا له 6 جلسات كل يوم من 6 ل 8 ساعات علاج مكثف. زي ما احنا شايفين ما كانش في حركه في الايد يا عيني، كان الموضوع ده معقده. وكن وعملنا له حقن عيوني بجهاز التأين الامريكي، دواء مضاد للتيبسات علشان نسمح بالحركه، لان التيبس طبعا كان مانع الحركه. ارفع بقى ايدك لفوق كتفك او ما شاء الله. نتي نفرد. الحركه طبعا كلها كانت ضعيفه في الابر لمب اللي هو في دراعه. اقفل وافتح اقفل وافتح. طب انا عايزك وانت قاعد تقوم تقف. شايفين يا جماعه؟ ولا سنده ولا اي حاجه. يلا نمشي مع بعض. شايفين يا جماعه المشي عامله ازاي؟ احسن كتير احسن كتير ما شاء الله ما شاء الله. دي كانت حاله جلطه مخ ادت لشلل نصفي، عملنا لها علاج مكثف مع الحقن بجهاز التأين الامريكي على العضلات اللي كانت متيبسه. كده احنا في الجلسه السادسه ما شاء الله واصلين للنتيجه دي. انا مبسوطه قوي اكتر منك. انت مبسوط بقى؟ اه مبسوط طبعا، لان كتير قبل تشتغل دي. انا رحت عند دكاتره كتير قبل اشتغل مش هشتغل. الحمد لله بدات يعني. الحمد لله. هو يا عيني كان قلقان لان الدكاتره كتير وخلاص انسى وافقد الامل في ايدك مش هتشتغل. هو مش مصدق يا عيني ان هي اشتغلت. انا مبسوط عشان كده بقول لك مبسوط اكتر منك. طيب ممكن تسلم عليا؟ قافل واتك قوي يا جماعه. دي ما شاء الله اشتغلت وناشفه. ما شاء الله يعني. لا حلوه قوي. الحمد لله على السلامه.